الخرشنة واللقلق. أصدقائي الأحباء، كيف حالكم؟ لدي المزيد من المعلومات عن طيور الجزيرة العربية، سنتعرف عليها معا من خلال هذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة رابط هذا الفيديو مع أصدقائكم وأحبائكم والذهاب إلى موقع مدرسة والاشتراك به أيضا. أصدقائي، سأحدثكم عن الخرشنة الغاق. الخرشنة الغاق. طير الخرشنة أصغر من النورس، له أجنحة طويلة مدببة، وذيله مشعب، وفي قدميه وترات. غالباً ما يرى في أسراب كبيرة، وهي طيور مزعجة تصدر أصواتاً مرتفعة حقاً، خاصة إذا تعرضت أعشاشها إلى الخطر. يحلق طير الخرشنة فوق الماء عندما يود صيد سمكة، وحين يحدد مكانها يهبط منقضاً عليها من السماء ليمسك بها. ريش الغاق أسود داكن اللون ويبدو زيتياً. يستخدم الغاق قدميه للسباحة وتعقب الأسماك وصيدها بمنقاره الطويل الشبيه بالخنجر. رأس المنقار معقوف لمساعدته على التشبث بصيده. هذا الطير أصغر أنواع الخرشنة في الجزيرة العربية. يبدو عندما يطير كأنه يضرب جناحيه بسرعة. يوجد على طرف جناحيه خط أسود. بيض طائر الخرشنة هذا مرقة كما في الصورة. الخرشنة العادي رمادي شاحب اللون، وقمة رأسه سوداء وقدمه حمراء فاقعة، وهو جيد في الإمساك بالسمك خارج البحر. الخرشنة أبيض الخد أكثر خرشنة منتشر في الجزيرة العربية، يمكن مشاهدته قرب كل ساحل تقريباً خلال الصيف. قمة رأسه سوداء، ويبرز خداه الأبيضان في وقت التكاثر أكثر من أي وقت آخر. هل تعلم؟ يدعى الخرشنة أحياناً سنون البحر بسبب ذيله المشعب ولأنه يطير بشكل رشيق. غاق سقطرى أكثر أنواع الغاق انتشاراً في الجزيرة العربية. يغطي الريش الداكن اللون كل جسم الطير البالغ. يمكن رؤية غاق سقطرى كثيراً أثناء صيده للسمك. أصدقائي، سأحدثكم عن اللقلاق، أبو ملعقة، مالك الحزين، النحام. يوجد شجر القرم وبرك الماء على طول سواحل الجزيرة العربية. ينمو شجر القرم في طين الشاطئ، كما تنمو معظم جذوره فوق الأرض. يوفر شجر القرم الظل والمأوى والطعام لكثير من الطيور، وتوفر برك الماء أيضاً الطعام الجدي للطيور. اللقلاق وأبو ملعقة ومالك الحزين والنحام كلها من الطيور التي تخوض في الماء بحثاً عن الطعام. تساعدها سقانها الطويلة على السير في المياه الضحلة دون أن يبتل ريشها، وتساعدها رقابها الطويلة على البحث عن الطعام في الماء. يعيش عديد من الحيوانات في ظل أشجار القرم في الجزيرة العربية. اللقلاق الأبيض ليس ناصع البياض تماماً، إذ إن بعض ريشه أسود أيضاً. سيقان ومنقار الطيور البالغة حمراء، بينما سيقان ومناقر صغارها سوداء. السواحل والجزر والمناطق الطينية. طير أبو ملعقة أصغر من اللقلاق، يحرك منقاره الطويل الكائن على شكل ملعقة من جانب إلى آخر في الماء ليجرف المحار الصغير ليأكله. مالك الحزين أصغر من أبو ملعقة. باستطاعة مالك الحزين الغربي الذي يعيش قرب الصخور البحرية أن يغير لونه،
يدعى تغير هذه الألوان الأطوار. تكون الطيور في بعض الأطوار زرقاء وفي أطوار أخرى بيضاء. يبدو مالك الحزين الغربي وكأنه يرقص في المياه الضحلة عندما يبحث عن الطعام. يفتح جناحيه عندما يرقص ما يعكس ظله على سطح الماء. يساعد هذا الظل الطير على معرفة مكان السمك تحت الماء بسهولة أكبر. اللحام أكبر الطيور التي تبحث عن طعامها في الماء. ساقاه طويلان وكذلك رقبته، ما يسهل عليه الغوص أعمق في مياه البرك. يستخدم منقاره ليختار طعامه من الماء. يتحول لون النحام في فصول التكاثر إلى قرنفلي ساطع. هل تعلم؟ ينام النحام في الماء، وغالباً ما ينام واقفاً على ساق واحدة. لم أنتهي بعد، هناك المزيد عن طيور أخرى. لمعرفة ما هي الطيور الأخرى وما هي أسماؤها وأين تعيش وما هي ألوانها وأشكالها، شاهدوا الفيديو القادم. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة رابط هذا الفيديو مع أصدقائكم وأحبائكم. هيا أسرعوا.